السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسام خلف. النهاردة هنتكلم على دواء الضغط لعلاج ضغط الدم المرتفع وعلاج سرعة ضربات القلب، وهو الدواء الأشهر في مصر باسم كونكور. يمكن احنا يهمنا واحنا بنتكلم على الكونكور ان احنا بنتكلم على المجموعة كلها، ولكن ده اشهر دواء فيه، ويكاد يكون مفيش بيت في مصر مفيهوش حد بياخد الكونكور. فمهم جدا للحاجة او الحاج ان هم يسمعوا الفيديو دوت، او لو حضرتك بتاخد الكونكور مهم جدا تتابع الحلقة دي عشان تعرف بعض النقط المهمة جدا في استخدام الكونكور كعلاج لضغط الدم المرتفع او علاج لسرعة ضربات القلب. اول حاجة واهم حاجة لازم حضرتك تعرفها او حضرتك تعرفيها واحنا بنستخدم الكونكور، ان انا ما ينفعش باي حال من الاحوال اوقف دواء الكونكور من نفسي بشكل مفاجئ. طب ليه؟ لان تبطيل الكونكور بشكل مفاجئ بيزود خطورة الاصابة بنوبات القلب وذبحات الصدرية. النقطة التانية ان هو بيخلي فيه احتمالية كبيرة جدا لارتفاع ضغط الدم بشكل كبير جدا، ممكن يكون خطير ويستدعي الدخول لمستشفى. وبالتالي يفضل ان اي حد ماشي بالكونكور او ماشي عليه ما يبطلوش بشكل مفاجئ او من نفسه بدون استشارة الطبيب المعالج ليه، سواء طبيب البطنة او طبيب القلب. طيب ايه النقطة التانية المهمة وانا باخد الكونكور؟ مهم جدا لو انا عندي سكر الدم مرتفع وباخد الكونكور اخلي بالي من نقطة خطيرة جدا، ان انا ممكن يحصل لي لا قدر الله غيبوبة هبوط في السكر وما اخدش بالي. طب ازاي؟ غيبوبة السكر الناتجة عن هبوط نسبة السكر في الدم بشكل كبير جدا بيبقى اهم عرض ليها احنا بنبدأ نحس بيه هو سرعة ضربات القلب. وطبعا وانا باخد الكونكور بيقلل ضربات القلب، وبالتالي بيغطي على اهم عرض لغيبوبة هبوط السكر. طيب نعمل ايه عشان نتجنب الموضوع ده؟ لو انا عندي السكر وباخد الكونكور للضغط او للقلب لازم اقيس السكر بشكل منتظم من مرتين لثلاث مرات كل اسبوع. طيب كده بس هي دي الحاجات المهمة؟ لا، في حاجات كمان مهمة تانية تخص الكونكور، وهي مرضى الازمة الشعبية او اللي عندهم ضيق في التنفس، او مرضى الربو اللي هم عندهم مشاكل تخص ضيق التنفس او صعوبة في التنفس، لازم يخلوا بالهم ان كونكور او مجموعة البيتا بلوكرز كلها او الادوية المثبطة المستقبلات بيتا بتعمل حاجة اسمها برونكو كونستريكشن، طبعا بشكل متفاوت بين نوع والتاني. ويمكن كونكور من احسن الادوية اللي في المجموعة دي اللي ليها حاجة اسمها سيلكتيفيتي او انتقائية على الريسبتور اللي بتشتغل عليه، او نسبنا من كل الكلام ده ان هي ما بتأثرش على الشعب الهوائية بشكل زي الانواع التانية الموجودة جوه مجموعة الادوية دي، ولكن لا يزال برضو كونكور من الادويه اللي هي بتعمل فازو برونكو كونستريكشن، وممكن تكون خطيره وخاصه مع المرضى اللي هم عندهم ربو او ازمه شعبيه او ضيق في التنفس او عندهم مشكله كبيره في التنفس. المرضى دول لازم يرجعوا لدكتور القلب او البطنه بتاعهم عشان يغير لهم الكونكور بنوع تاني من انواع ادويه الضغط. مهم كمان نعرف برضو ان الرجال اللي في سن 40 سنة ل 50 سنة ان الكونكور بيعمل نوع من انواع ضعف في الانتصاب، وبالتالي ممكن نستشير الدكتور هل ضروري ان احنا ناخد الكونكور. لو ضروري طبعا بنبدأ ناخد انواع تانية من المنشطات اللي تساعد انها تعوض النقطة دي. لو ممكن نغيره لنوع تاني نقدر نستخدم نوع تاني ما يكونش ليه نفس الاثر الجانبي. اخر حاجة لازم نعرفها واحنا بناخد الكونكور ان احنا لازم نرجع لدكتور القلب او دكتور البطنة كل 6 شهور عشان يعمل لنا رسم قلب. طب ليه ده مهم؟ لان الكونكور بيقلل حاجه اسمها الكتريكال كوندكتيفيتي او توصيل الكهربائي داخل عضله القلب، او ما يهمناش الكلام ده ان هو بيبطئ ضربات القلب، وبالتالي انا محتاج كل فتره اشوف هل حاله القلب او يعني ضربات القلب في المعدل الطبيعي بتاعها ولا بدات تقل بشكل كبير جدا، وبالتالي احنا محتاجين نغير لنوع تاني من انواع ادويه الضغط وعلاج القلب. نتمنى لكل مريض بالضغط والقلب صحه وعافيه، وصحتك في خمسه.